احد التغييرات، احد الاسامبشنز اللي عملناها لحد الان في معادلات اتش و اس، اعتبرنا حطينا معادلات فور ايكوال فلور بوبيليشنز. لما يكونوا كل الفلورز لهم ايكوال بوبيليشن، كانت المعادله عندي لاس معادله اتش، كانت المعادله هون بتساوي ان في 1 ماينس 1 على ان الكون P. كانت عندي H N minus القوة P. مظبوط؟ هلا أحد التغييرات اللي ممكن نعملها مباشرة بدون ما نغير على تركيبة المعادلة، بتضلها تركيبة معادلة الراوند تريب تايم، بتضلها نفسها بالضبط، بس الاختلاف بيصير في الإيفالويشن تبعت H و S. ممكن أعدل المعادلات هدول بدون اشتقاق، ما راح مطلوب منكم اشتقاقهم. إذا for unequal for unequal floor populations بصير عندي S بتساوي ايش هو عفوا الماينس؟ هون في 1 ماينس كل القوة بي جوا القوة هون هاي نوت جوينج، فاحنا بدنا 1 ماينس يو اي على يو بفوت في واحد برا القوس، كل واحد ماينس اللي جوا القوة. انتبهوا دخلنا هاي جوا، دخلت هاي جوا من هون، بتصير هاي ان ماينس ان مضروب، فكانها الان هاي هي نفس الان هاي، والان في هدول هي هاي المجموعه اللي موجوده. رح يطلع معي ان على فكره هون الواحد سميشن، او لا ما بتزبطش معي لانه واحد جاي جوا القوس لقوه بي، ما بيطلعش نفس الشيء هذا، بس هاي المعادله تعادل هاي المعادله من هون. اوكي اتش هلا بدكم تنتبهوا عليها معقده اكثر شوي، هلا ما مطلوب منكم تحفظوها، بتكون موجوده بالامتحان، يعني بعطيكم اياها بالشيت في البدايه. موجود عندي n نفس الشيء ماينس، بس في عندي هون 2 سميشنز، السميشن الخارجية بتضلها نفسها n ماينس 1. هلا عندي هون في عندي هاي مرفوعة للقوة P وفي داخلها سميشن، هاي بلخبط مرات، ها؟ كل السميشن هاي بعدين مرفوعة، هلا السميشن بتقابل i على n كأنها، اوكي؟ حتى أحصل على i على n اللي بقابلها بالـ unequal floor populations هي يو اي على يو من اي بتساوي. هلا هون بدنا ننتبه كمان، في عندي راح اسمي هذه جي وراح اسمي هذه اي، بصير نعكسهم ما فيش مشكله، تحبوا تسموا هذه اي هذه جي كمان بصير. عشان تكون تشبه هذيك راح اخلي هاي اسمها اي وهاي اسمها جي، وهذه من جي لا اي. فصار هلا انتبهوا على الاقواس، اذا هون بدي اعمل سميشن ليو اي كاني عمالي بجمع كل البوبيليشنز اللي من واحد الى قيمه اي من هون، بعد ما اجمعهم برفعهم للقوه دي. هدول احسن طريقه تنعمل في الامتحان لما بتحلوا، اذا بتحلوا مانيولي تعملها تيبل، تعمل تو دايمنشنال تيبل وبعدين تعملهم السميشن احسن، لانه هاي ممكن تلخمكم. اذا هون عندي بعد ما اجمع هدول، هذا التيرم اللي موجود هون اللي في داخل بي كانه بقابل اي على ان، لانه بعدين رفعناه للقوه دي، ها؟ فلاحظوا اذا بتطلع هاي المعادله وهذيك المعادله الان بتقابلها ان، السميشن من اي لواحد لان ماينس واحد بقابلها سميشن، وفي شيء هون مرفوع للقوه بي نفسه، الاختلاف صار انه بدال اي على ان لما كان ايكوال فلور بوبيليشن صار عندي مجموع البوبيليشنز، هذا كانه مجموع البوبيليشنز اللي تحته، اوكي؟ وهذا كانه مجموع الارقام اللي تحته من هون، هاي المعادله بتصير وخلص ما بتغير شيء على الراوند تريب تايم، شو ضلت معادله الراوند تريب تايم؟ بالحالتين ضلت 2 في اتش بي اف على في زائد، كاني بطلع وبنزل المسافه هاي، اتش مش ان، زائد اس زائد واحد لانه عندي سنجل انترنس انكمينج ترافيك، فالكل بدخل من هون هذا ستوب
وبعدين بتوزعوا على عدد الستوبس هدول اللي بتناسب معهم. وهون عندي تي اف ماينس تي في زائد تي دي او زائد تي دي سي، او اذا بدكم هاي كلها بنسميها تي اوف ستوب. هاي الضريبه اللي بدفعها للاكسلريشن، وهاي الضريبه اللي بدفعها لفتح الباب وتسكيره. واحيانا رح تشوفوا في بعض معادلات شيء اسمه تي ستارت ديلي، اذا في تاخر في المحرك صارت كانها جزء من فتحه تسكيره الباب. مرات المحرك بده وقت حتى ياخذ تورك، بنسميها ستارت ديلي. واحيانا لما بوصل على اللاندنج بيفتح الباب بكير شوي، هاي بنسميها ادفانس اوبننج. اذا في ادفانس اوبننج يعني اذا الباب بيفتح بكير، احيانا بكير شوي صغيره قبل ما يوقف على اللاندنج تماما، في بعضهم مرات احيانا بيبدا يفتح الباب بكير شوي حتى يختصر وقت. واحيانا بيكون في تاخير لما المحرك يمسك يحط تورك، بيكون في ستارت ديلي. بنضيف هذول كلهم، كل هاي هي ضريبه التوقف. يعني بكالكم هاي تفكروا فيها كلها تي اوف اس. واخر شيء عندي بي في تي بي ان زائد تي بي اوت. اذا تي بي ان بتساوي تي بي اوت بقدر احطها 2 في بي، بس هي بشكل عام بي في تي بي ان زائد تي بي اوت. هاي المعادله ما تغيرت سواء كانت ايكوال فلور بوبيليشنز او ان ايكوال فلور بوبيليشنز، المعادله هاي ما بتتغير، بضل نفس. بس الاختلاف الوحيد انه اس و اتش عوضنا محلهم، اس و اتش مختلفات للان ايكوال فلور بوبيليشنز. اوكي.